بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نستهدف مهارة مهمة جدا، وعلى سبيل التمهيد يعني المهارة اللي راح نتكلم عنها دلوقتي في حلقة اليوم بتكون إزاي تحاول تدخل على حسابك الشخصي جوا ووردبريس .com الموقع اللي انت راح ترفعه. طيب ايه القصه بمنتهى البساطه؟ طيب قلنا ان اوريدي الانستراكتور الليدر هيدي لحضرتك دومين، تمام؟ الدومين اللي راح تاخده مرتبط بالتكنيك اللي انت شغال عليه ومرتبط بالمجموعه اللي انت اوريدي موجود فيها. للناس اللي بتسمع الكلام ده بعد انتهاء التجربة، الموضوع كله كان بيستهدف بس ان احنا نحاول نطبق مهارات معينة على فئة معينة من الناس، ده محل الشاهد، تمام؟ اوكي، يعني هناخد دومين زي الدومين ده مثلا اللي اسمه me.alinajjar.com. الدومين ده تبعنا واحنا ممكن نمنتج عليه ونشتغل عليه وعادي، يعني ما في مشكلة، تمام؟ ده ده بنسميه كده الفرونت اند. ها الفرونت اند دي اللي هي عباره عن ايه؟ الفرونت اند دي بمنتهى البساطه عباره عن الواجهه اللي بيشوفها الاند يوزر، المستخدم النهائي، المستخدم العادي، الشخص اللي انت ناوي تصمم له الويب سايت ديت. اوكي، لكن انت بقى علشان تعمل اديتنج على الكونتنت ده محتاج تعمل ايه؟ اكزاكتلي محتوى مهاره اليوم، انت محتاج تعمل لوجن بحسابك. طيب اوكي جميل، اني اعمل لوجن، طيب هو يعني انا محتاج اني اضيف حد ولا اعمل ايه ولا ايه القصه؟ لا لا، بمنتهى البساطه الانستراكتور برضو هو اللي هيتاكد من اضافه ايميلات الناس داخل كل مجموعه خاصه بيها. يعني الانستراكتور هيدي لحضرتك الدومين بتاع مجموعتك اللي انت هتعمل بيه لوجن، وهو هيكون واخد الايميلات وعامل لها ريجستريشن على الدومين ده. فجاست كل اللي انت هتعمله انك بس تكتب الدومين وتمشي معايا سنه سنه بالخطوات، اوكي؟ تمام، إيه على حسب مجموعتك اللي احنا اتفقنا عليها، هتروح عند الدومين من فوق بعد ما شفت الباك اند، اسف الفرونت اند دي، هتروح حاطط bintia.com/forward/ ها وتكتب بقى WB اختصارها ليه؟ ووردبريس هايفن اللي هي الشرطه مش الاندرسكور، ها، وبعدين ادمن admin. تمام كده؟ يبقى بعد ما تخلص الدومين كله بتروح حاطط فورورد سلاش وكاتب wb-admin، وانا هحدده وتروح ضغط على انتر. المفروض دلوقتي يتم مرحله الانتقال للبانل الصغيره او السكرين الصغيره. طب دايركتلي على طول هو بيحاول يوجهني للفرونت اند، لكن انا المفروض اني اعمل لوج اوت لاني دخلت. انا لو ما كنتش دخلت بالظبط كده، المفروض تظهر لك شاشه زي الشاشه دي بالظبط، بيقول لي يو ار نوت لوجد، يو ار ناو لوجد اوت، انت طلعت، تمام؟ اوكي، عايز دي نعمل لوجن، ده اللي انا كنت بنحكي فيه من شويه، على اساس الدومين ده والمجموعه اللي انت بتحاول وانت والمجموعه اللي انت فيها بتحاول تبني الويب سايت تبعك، هتروح حاطط الايميل، الايميل اللي حضرتك سلمته للانستراكتور علشان يسجل حضرتك في المجموعه دي. تمام اوكي، انا هحاول احط الميل تبعي، انا اسف. الباسورد تبعي، اما عن موضوع الباسورد فالباسورد راح تتحط، هيكون في سيم ما بين الناس علشان تحاول نتفقوا عليها، او هيكون في آلية لموضوع الباسورد بتاع الناس، وفي الغالب هتكون على الدبل ستيبس، يعني ايه؟ ان يكون في باسورد افتراضي، وانه بمجرد ما انه يعمل لوجن الباسورد دي طبعا يخليه ايه يغيرها مره ثانيه. ريمبر مي اور نوت ريمبر مي، الامر ده يرجع ليه؟ لو كنت انت اوريدي موجود على جهازك الشخصي وجاست تضغط على لوك ان علشان تبتدي تدخل على الباك اند بتاع الويب سايت، تمام كده؟ ويلكم تو ذا
يونيفيرس اوف وورد بليس، اهلا بحضرتك في عالم وورد بليس. يبقى انا عندي حاجه من اتنين، المهاره ديت هنحاول نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. اللي احنا راح نحكيه يا جماعه ده بيكون الويب سايت، الفرونت اند بتاع الويب سايت، الموقع اللي ها هو سيمبل وما فيهوش اي شيء، واحنا هنحاول ان شاء الله باذن الله خلال مراحل التصميم والتحليل والانتاج والاستخدام والتقويم ان احنا نخليه ويب سايت انستراكشنال وفق معايير تصميم تعليمي كامل لغايه لما نوصله بشكله النهائي. الكلام ده هيتم من خلال الباك اند دي، وده المفهوم اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول ناكد عليه مره تانية. كيب فوكس، حلقه المره اللي جايه مهمه جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.